السلام عليكم، دي فيلتنا للبيع. الفيلا ديت تمنها 900,000 دولار، والمالك قال لي في تفاوض عند الجدية. طبعا خليني أكلمكم عن الفيلا ديت. موقع الفيلا في أرناؤوط كوي في حي تشالوك. مساحة الأرض 384 متر، مساحة البناء 490 متر. أرض الفيلا زاوية على شارعين، يعني من المترو للفيلا 5 دقايق مشي. الجامع ليها المسجد يعني 1 دقيقة مشي. من الفيلا لمطار اسطنبول الدولي 8 دقايق بالسيارة. عن مول أوف اسطنبول بالسيارة 25 دقيقة. عن ميدان تشالوك 7 دقيقة واحدة بالسيارة. عن ميدان تعرفه اللي هو مشهور جدا، مركز أرناؤوطكوي، تبعد 5 دقايق بس. طيب الفيلا بقى بتتكون من ايه الجميلة اللي احنا بنتفرج عليها ديت؟ من 4 طوابق، وفي مدخل للسيارة وحديقة خلفية، وفي كمان سور خارجي من الرخام والحجر. طبعا إجمالي عدد الغرف 5 غرف نوم و3 صالات و5 حمامات ومطبخ رئيسي ومطبخين ثانويين و3 بلكونات. أما بقى بالنسبة لطابق البدروم اللي يعتبر دور الأرض من الجنينة من ورا، بيتكون من صالة. الصالة ديت صالة كبيرة متعددة الاستخدام، بتفتح على الحديقة الخلفية، وطبعا في حمام تركي وفي ساونا، زائد في تواليت، كمان في غرفة تبديل الملابس، وفي بوفيه مطبخ صغير وغرفة للغسيل والميكانيك، وكمان في مستودع تحت الدرج بباب مستقل. الطابق الأرضي بقى اللي هو المدخل، صالة معيشة كبيرة، غرفة مستودع، أو غرفة، ممكن في غرفة تعتبر للخادمة حسب الاحتياج، مطبخ نصف مفتوح وحمام. أما الطابق الأول طبعا يحتوي على عدد 4 غرف نوم، غرفة ماستر ببلكون، غرفة نوم، غرفتين نوم مشتركة ببلكون. الطابق العلوي بقى يتكون من غرفة نوم ماستر، ممكن تستخدم كغرفة مكتب، وحمام، وصالة كبيرة فيها بوفيه، مطبخ صغير، وتراس، طبعا التراس اللي احنا شفناه وهنشوفه دلوقتي، مطل إطلالة جميلة جدا. مزايا الفيلا بقى فيها الجبسن بورد للأسقف بتاعت غرف النوم، والممرات، والصالات، والمطبخ، والحمامات، والدرج. تاني حاجة، الدرج الداخلي مع ترابزن من الألمونيوم، والزجاج كمان السيليكون اللي هو السكيورتي. زي ما احنا شايفين الجراج يسع لسيارتين، وفي باب جانبي خاص للحديقة الخلفية، وفي سخان مية سعة 200 متر. دلوقتي انا بصور لكم من التراس، وصراحة في اكتر من بلكونة، وده التراس الكبير بقى، وكل الاطرسة الباقيين كبار برضو. بسم الله ما شاء الله، الهوا هنا جميل جدا، وشايفين المنظر. سامعين صوت الديك، شايفين في البقر اللون الأصفر اللي هناك ده. الله، إنها الحياة. تخيل كده كل يوم الصبح تصحى الصبح وتفطر الفطار بتاعك، وتشم الهواء النظيف الحلو ده، وتتمشى بين الأشجار، وتتفرج على العصافير اللي هي عمالة تطير ديت، وتشتري لبن طبيعي من أصحاب الطيور ديت والجواميس. شايفين الطيارة، شايفين الهدوء. السلام عليكم يا جماعة، بالنسبة للفيلا ديت مكانها في أرناؤوط كوي، تعتبر فرصة كبيرة جدا. ليه؟
لان مساحة الارض ديت 385 متر، من هنا لمحطة المترو 5 دقايق مشيا. وعلى فكرة بعد ما اخلص الفيديو ده هنمشي مع بعض واوريكم محطة المترو. بالنسبة للبناء ده يعتبر فرصة كبيرة، لان المالك عرضه على 900,000 دولار. جيت انا سألت سؤال للمالك، قلت له حضرتك هو ده السعر النهائي؟ قال لي يا علي لما المشتري يجي هيقعد معايا مباشرة ويتكلم معاه، فلما حركة تيجي هتقعد مع المشتري مباشرة. على فكرة وانا بصور دلوقتي مالك الفيلا هو ورايا دلوقتي، فكويس ليه؟ علشان لو في اي معلومات هو حابب يضيفها يقدر يقولها لي وانا اقولها لكم ان شاء الله. هي الفيلا دي، بسم الله الرحمن الرحيم، في تاني ارقى حي في ارناؤوط، اسمه حي قشل. ماشي، خليني بس اقولها تاني عشان ايه الميكروفون اقرب ليا. الفيلا ديت يا جماعه تعتبر في تاني ارقى حي في ارناؤوط كوي. انا عايز اقول نقطه مهمه جدا جدا، ان الفيلا ديت 15 دقيقه للبحر الاسود طبعا بالسياره، لكن للمطار 8 9 دقائق للمطار بتاع اسطنبول. حضرتك عندك عايز اي تقول اي معلومه تانية عن الموقع؟ طبعا طبعا، اتفضل سامعينك. الموقع ده يعتبر في قلب أرناؤوط كوي. بيقول لكم ان الموقع ده يعتبر في قلب أرناؤوط كوي. وفي مهمة، نقطة مهمة جدا لفتت انتباهي، ان طبعا الجراج ده يتحمل سيارتين، ففيش مشكلة خالص. انا قصدي هنا حياة، انا ساكن في الفاتح. انا والله لما جيت هنا الله، هوا جميل جدا، هوا بحري. حضرتك لو سمحت ممكن تقولي ان الفيلا دي كم طابق؟ دي 4 طوابق. 4 طوابق. البيدروم مع البيدروم والاول اللي هو الارضي، والاول اللي هو غرف المعيشة، ايوة، والطابق الرابع الاخير اللي هو الشاطي باللغة التركية او بيسموه العلية. ما شاء الله. في نقطة مهمة جدا جدا، هو قال البدروم بس يعتبر، بصوا كده خليه كده معايا، ده البدروم اهو. طبعا احنا صورنا في الفيديو الاولاني البدروم ده، بس يعتبر كأنه دور ارضي بالظبط منكم للحديقة. وفي حاجة جميلة، مش تحت الارض، يعني مش تحت الارض خالص. يعني عادة الطوابق اللي بتكون تحت الارض بتجيب كآبة وبتجيب انا اشكرك. ايوة، في بس انا عايز نقطة اقولها صغيرة جدا. بصوا يا جماعة، مع الهواء الجميل ده ما فيش هنا تلوث ولا اي حاجة، هوا البحر وهوا الخضرة والزرع والعصافير زي ما احنا سامعين كده. تاني نقطة بقى مهمة جدا، بصوا كده ورايا ديت، دي قاعدة تعملوا، هتجيبوا ترابيزة وتاكلوا، تشووا لحمة وسلطة ومع الأسرة، بسم الله ما شاء الله، كويس. وعندكم هنا بقى في حاجة، لو الواحد مثلا عايز يجيب كده كلب حراسة، يخلي الكلب يمشي كده في الجنينة وكده. دلوقتي بقى هنشوف مع بعض مواصفات الفيلا، هنسمعها من المالك مباشرة. اتفضل الملك هيقول وانا اكررها تاني علشان الصوت يكون واضح. حضرتك ممكن لو سمحت تقول لي مواصفات الفيلا؟ تقريبا الفيلا مكونة من 4 طوابق. لو دخلت من الطابق الارضي، ثواني لو سمحت انا اسف ان انا معلش، الفيلا مكونة من 4 طوابق. اتفضل. لو دخلت من الطابق الارضي، ايوه، هتلاقي في صالة كبيرة مطلة على المنظر الجميل ده عند الجامع. حاضر، بمجرد انت بتخش من الطابق الارضي المدخل وتخش على طول الطابق الارضي، بتبص بسم الله ما شاء الله في اللي هو المنظر بتاع الجامع فوق، لان يعتبر الطابق الارضي يا جماعة مش ده، ده بتاع الحديقة، الطابق الارضي اللي هو فوق، انتوا معايا؟ ماشي. فهو الملك قال لي دلوقتي هنخش من الطابق الارضي، بنبص على منظر الجامع الجميل والهواء الحلو والسماء كمان والخضار. والصالة الكبيرة دي مطلة تفتح على المطبخ، ايوه، وفي حمام تواليت، وفي برضه غرفة نسميها غرفة للمخزن او غرفة للخدامة. بسم الله ما شاء الله. حضرتك انت قول لي كده تاني معلش. صالة كبيرة، صالة كبيرة ومطبخ كبير برضو، ومطبخ كبير مؤسس بالكامل، مؤسس بالكامل من غير الادوات الكهربائيه، من غير الادوات الكهربائيه. وفي برضو غرفه للخدامه. عايز اقول لحضرتك على حاجه. ماشي. وفي ايه؟ غرفه للخدامه، وفي غرفه للخدامه، وممكن الغرفه دي تستخدم برضو مخزن. ماشي. ودي يعني وحمام تواليت.
كويس جدا. ماشي حضرتك انتوا سمعتوا كده بالظبط. اول حاجه بس معلش، هو بيتكلم انا بكرر كان انا فرح واحد كده واحد كده ايه، انا احيانا لما اصدقائي متجوزين واحد مثلا عشان ينقط في النقطه يدفع مثلا 50 جنيه او 50 ليره او الكلام ده، يقول له مع الحاج بيكرر كلامه، فانا حاسس لا ايه بكرر الكلام بتاعه، لكن التكرار علشان بس ايه الميكروفون قصادي، فانا حبيت بس اكرر. حضرتك كمل كلامك لو سمحت. طبعا من الصاله دي في سلم ايوه تطلع فوق لغرف النوم. كويس جدا اكرر غرف النوم دي. أيوة. في اربع غرف نوم وحمامين ماستر. ماشي كويس. غرفه ماستر للابوين وثلاث غرف للاطفال. ايوه. طبعا مع في الدور ده في اتنين بلكون، بلكونه مع غرف الاطفال وبلكونه خاصه بالماستر روم. كويس جدا. في حاجه صغيره جدا انا اقولها، هو بما ان لا بقى مش محتاج اكرر تاني. كويس. رجاء بص حاول كلامك يكون على الميكروفون مباشره. طيب. علشان ايه الناس تسمع مباشره ايه من الملك الفيلا. اتفضل ركز كده على الميكروفون مع صوتك. طيب. اضافه لغرفه الماستر روم فيها غرفه اضافيه صغيره. أيوة. سما غرفه الملابس. ايوه. ومن غرفه الملابس في بقى حمام والشاور والتواليت اللي خاص بالماستر روم. ايوه. ده بالنسبه لطابق او للدور بتاع غرف النوم. ايوه. نطلع منه بالسلم للدور العلوي. ايوه. الدور العلوي مكون من ثلاث اقسام. ايوه. القسم الاول غرفه ممكن تعملها مكتب. ايوه. فيها حمام مستقل وشاور وصاله كبيره. والصاله دي فيها زي بوفيه صغير للمطبخ، واحد ممكن يعمل فيه حاجات بسيطه. كويس. وفي تراس كبير. ايوه. التراس ده مطل على جميع المنطقه المطله على البيوت والمسجد قدامك. طبعا الطابق الاخير مكون من ثلاث اقسام، غرفه ممكن تعملها مكتب مع حمام مستقل وصاله كبيره فيها مطبخ صغير. ايوه. وفي تراس كبير. أيوة. مطل على اطلاله جميله جدا على البيوت والخضار والمسجد اللي قدام الفيلا. ايوه. بعد كده ننزل من الطابق الاخير للطابق الغرف النوم وغرف والطابق الارضي. ايوه. وبعدين هننزل للبدروم اللي هو حديقته اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. كويس جدا. البدروم ده مكون من صاله كبيره تقدر تعملها صاله رياضيه، فيها تحط فيها اجهزه رياضيه. ايوه. وفي ساونا. ايوه. وفي حمام تركي. ايوه. وفي برضو غرفه للميكانيك. أيوة. فيها الخزان الميه السخنه بتاعت الفيلا. ايوه. وفيها برضو سخان التسخين. ايوه. وفيها غرفه ملابس، وفيها برضو حمام تواليت وشاور في الطابق البدروم ده. مجموع غرف النوم الموجوده في الفيلا خمس غرف، فبرضو في خمس حمامات وثلاث صالات في الفيلا. تمام. تمام. هو ده يعني تقريبا، والحديقه اللي انتم شايفينها دلوقتي. تمام. ومدخل يتسع لعربيتين. حضرتك حابب تقول اي نقطه صغيره تاني؟ لحد دلوقتي دي تعتبر الحديقه الخلفيه للفيلا. دي طبعا الحديقه الخلفيه، وزي ما احنا شايفين لما دخلنا من اول الفيلا في باب للفيلا، باب رئيسي وده في باب خلفي. وشكرا جزيلا واراكم قريبا باذن الله في اسطنبول، لكن رجاء وليس امرا حضرتك الفيديو ده الفيلا ديت انك ممكن تشاركها على الواتساب بين اصحابك او على الجروبات الواتساب، لعل حد ممكن يستفيد بيها. شكرا جزيلا واشوفكم قريبا في اسطنبول ان شاء الله. علي جمال، اسطنبول تركيا، مع السلامة. شايفين يا جماعة الفراخ؟ بسم الله ما شاء الله، حياة طبيعية جدا. دلوقتي احنا رايحين المترو مع بعض اهو. شايف المكان الاصفر؟ ايوه. معلومات
المترو كويس جدا. يعني ده المترو اهو يا جماعة، ده مكان المترو اللي بيتعمل ده. اهو حتى خلاص يعني حتى عملوا الاسانسيرات هناك، شايفها أيوة هناك. أيوة. ممكن يعني تنزل على فكرة تتصور المنظر شوية. لا كل حاجة واضحة يعني مش مشكلة خالص. اهو يا جماعة شايفين حضرتك. انت قلت امتى يتعمل المترو، هيشتغل امتى؟ سمعت امتى؟ انا سمعت ان شاء الله في قبل اخر السنة. أيوة. توقعاتهم بيقولوا على شهر 10 ان شاء الله، ولو اشتغل المترو فعلا من هنا للفاتح اقل من ساعة، وانت تكون في نص الفاتح، في نص تقسيم والاماكن، نص البلد. يعني بعد كده اللي هيقعد في الفيلا بعد كده ينسى ايه؟ ينسى المواصلات خلاص عادي، ما مش عاوز عربية وزحمة العربية. بالمترو هنا ساعة وانت في نص البلد. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك.